في مدرستكم الشريف والشريف المدير. مبادرة هذه التي أقيمت من أجل رؤية الرؤية وضعيفي البصر لها قيمة كبيرة وفايدة، وإن شاء الله إحنا اليوم بدأت انطلاقة منا من مدرسة بوشيخ كويدر من ولاية عين تيموشنت، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تتعمم أولا على دوائر وبلديات ولاية عين تيموشنت ثم إلى باقي ولايات الوطن. ونشكر الجميع وتكاتف جهود كانت مبذولة رائعة طاقم في القمة، نشكر الجميع. وكان حظ كبير وين هذه الجمعية الوطنية اللي معروفة على مستوى الوطن وعلى العالم كان عندها حظ كبير، لأن جات اليوم المدرسة تاعك. أكيد جات المدرسة تاعنا وجات للولاية أيضا تاعنا. لا وخاصة المدرسة يعني. احنا اليوم نخرج من هنا لا نترك هذه المدرسة ونتركها على مرحلة الكشف، نترك الأطفال على مرحلة الكشف والتشخيص، وإنما سوف نقوم بتجهيز الأطفال بنظارات وذلك بمساعدة وبالدعم المادي لنقابة سناباول المتواجدين هنا معنا. فالمديرة أشرفت على كل هذه العملية واحتضنت هذه العملية من الكشف لغاية تجهيز الأطفال والمساهمة في الدعم المادي وتصحيح الرؤية. بارك الله فيكم، شكرا. بارك الله فيكم، شكرا.